ابيك تطالعين على باب الاستديو، طالع يمينك. شفتي عسيف شو يسوي؟ عسيف ما هو سهل. لا تصوروني. لا بس عند الباب، عند الباب. مساك الله بالخير ابو سعد. شو اخبارك؟ اكيد. واحنا نبارك لك بعد، نقول لك بالمبارك. مبروك. هذا تنكر ولا عشان الغبار؟ عشان هذا تنكر ابو سعد ولا عشان الغبره؟ يقول لك جابني الشوق. الله يتمنى السعاده والمحبه. اكيد هي توترت البنت. لا تخافي، ما راح نطلع، والله ما راح نطلع. ما راح يطلع، ما راح. مستحيل، ارتاحي. بس على فكره اليوم صابحنا حصريا شفنا ابو سعد. تعرفين انه على السيف مو سهلين. لا شلون صدق شفتي وين راح؟ الساعة المباركة والله سارة، ربي يهنيكم ان شاء الله وتكون ايامكم كلها افراح. توترتي صح؟ احنا سالناك قلنا لك وين؟ قلت لي بالرياض، الرياض السعودية. والله قبل شوي اكلمه اقول له ترى انا بدخل اللقاء، وينك؟ ما ادري ايش. اقول انا مع امي. احنا سالناه قبل شويه هو مسوي فيلم عليها يعني. وان شاء الله صوته يكون طلع. قال الرجل قال جابني الشوك. صح، مشتاق الرياض. الله يتمم هالمحبه. طيب عشان نغير موضوع شويه ابو سعد عشان تهدين.